خبرنا إلى جانب من ستقومون في الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ بكير كتير لجاوب على هالسؤال، وأكيد بتوقع أنه ما حدا رح يعمل تحالفات قبل على القليلة شهرين قبل الاستحقاق. من هيك بهذا القانون، هذا القانون الصوت التفضيلي كتير مهم فيه، بشكل أنه في فترة كتير طويلة لازم يخدها المرشح ليشتغل على الصوت التفضيلي لإله قبل ما يعمل أي تحالفات. وهذا أنا على الأساس عم اشتغل، وعلى الأساس خدت قرار أنه ما أعمل شيء هلأ بموضوع التحالفات. يعني ما في هلأ موجود لائحة لا ما في شك انه في علاقه كثير حميمه وقريبه، وفيك تعتبري نوع من نواة لائحه. ولكن خاض على كثير تغيرات بعد، هي بيني وبين زياد الحوات صديقي في جبال. ولكن لانه هو التزم بالتيار بالقوات وانا بعد ما التزمت، خلقه نوع من معضله معينه بدنا نعالجها بطريقه ما. هل هي هل كلنا سوا رح ننضم مع بعض، او هو في شيء رح يتغير؟ شو بيمنع انك تنضم اساسا؟ بكير جاوب، في كتير في دراسة عملية للانتخابات، واحد اثنين دراسة سياسية لشو شروط هالتركيب. لأن انا هلا عم ركب لائحة، يعني انا بلشت بتركيب لائحة بتعتبريها نوع من تفكير وتحضير للتحالفات السياسية بهالموضوع. موضوع الانتخابات، موضوع الليستة يلي أنا اليوم عم فكر بصدد ركبها، هي بالنتيجة مع أشخاص بيكونوا ما عندهم مشاريع سياسية كبيرة قد ما هي مشروع إنمائي واضح لا كسروين. هيدي الفكرة هلأ على القليل بشخصين أو ثلاثة من هذه اللائحة. لا بعد بكير، لانه بعدنا عم نجوجل الافكار. برجع بقول لك بكير لتنعلن شيء قبل شهرين قبل الانتخابات. نعم. طب بلاقيك بمنطقه زرمان وجبال، لمين بيعود يعني هي للاحزاب، تقل للاحزاب للعائلات او لمين برايك؟ لك صوت التفضيلي هيدي ديناميك جديد يعني نتعرف عليها كلنا سوا. انا بفهم مفهومي لهالموضوع انه كل شخص عم يصوت لشخص. اللائحة دورة ثنائي تقريبا عم نحسه لليوم. يمكن يتغير شيء إذا صار في مواقف سياسية كتير كبيرة، يمكن يتغير شيء، بس لحديث هاللحظة النفس أكثر لتصويت على شخصي للشخص والعلاقة شخصية. من هيك بكير نعرف كيف صاير الأمور، ولكن بقول لك مبين أنه في نفس بكسروان اليوم بقول لك نحن بدنا الأمور الحياتية قبل كل شيء. نحن بنعتبر حالنا بالعشر سنين الماضية ومن وقت الحرب لهلأ، كل سنة كسروان عم ترجع لورا أكثر من ناحية البنى التحتية، من ناحية مستوى الحياة في كسروان. يعني نحن شوي نشوف أن كسروان نفسي من المناطق المحرومة صارت. نحن بنعتبر أنه نحن كسروان صرنا من المناطق المحرومة، وهذا شيء مش مقبول. من هيك اعتبرت أنه أولوية الأولويات هي تطوير حياة الإنسان في كسروان، هيدي قبل كل شيء. ما بقى نقبل نحن نكون نوع من مطية. نحن هدف من عنا رسالة وطنية ومنتواصل مع السياسيين، وخاصة مثل ما صار نحن بنفتخر أنه طلع نائب كسرواني هو رئيس الجمهورية اللبنانية، ولكن نعتبر كمان أنه كسروان محرومة وهذا الوضع مش لازم يكفي، بده يتغير بأسرع وقت ممكن. وصولكم لسدة البرلمان، لو بعيد الموضوع حاليا بركم بالتحضيرات، شو الأولويات لحبكم؟ أنا بعتبر كسروان هي أهمية مهمة كتير، ولكن مهمة لأنه أنا بعتبر رسالتي الأولى والأخيرة هي الإنسان، تطوير حياة الإنسان الفرد. من هون حطينا شعار لمشروع الانتخابي هو الإنسان أولا. بس نحط مفهوم الإنسان أولا، نرجع منبلش نفكر أنه البنى التحتية أوتوستراد يلي هلأ عم نعاني، عم بموت أكثر من شخصين أو ثلاثة، امبارح توفى ملازم، قبله بيومين ست بنت عمره 20 سنة، قبله بثلاث جماع صبي عمره 24 سنة. طب عم بيروح أكثر من 50 قتيل بالسنة، يا
يعني باخر 10 سنين رايح 500 قتيل على هذا الطريق. نحن ما عملنا شيء. طب هذا شيء واقعي. عندك ملف التفاح. معقول نحن عندنا ثروه عم نهدرها لانه مش عم نشتغلها مزبوط. الثلج، ثلج الشرق الاوسط هيدا كله مش ثلج لبنان. شو عملنا؟ شو عملنا لنستثمره؟ ما عندنا طريق. اذا بتعرفوا بعيون السيمين تنوصل على البستيت السكي بيعلقوا 3 ساعات تيطلعوا من السكي الساعة 4 بعد الظهر، مش عيب؟ كيف فينا نستقطب سواح ورؤوس اموال الى هالمنتجع السياحي اللي فيه جبلنا ذهب، في نحول ثلج لذهب؟ ما عم نعمل شيء لانه بنينا التحتيه مش عم تنشغل. كله هيدا لانه الانسان منه اولا المبادئ المفاهيم السياسيه اولا، والسياسيه صغيره لانه السياسه المضبوطه هي عنه حياه الانسان اولا. استاذ نعمت، كيف تسخنون علاقاتكم الخارجيه لخدمه خصوصا مسيحيي لبنان؟ نحن بنعرف اكيد علاقتكم الطيبه بالفاتيكان. لكن اول شيء الفاتيكان، الفاتيكان هو كانت عينه صاهرة على مسيحية الشرق وعلى مسيحية لبنان من زمان كتير، من وقت ما بلشت العلاقة، وقت إذا بدك الآباء المؤسسين للبنان الحديث يلي بلشوا بتأسيس معهد روما بال 1529 إذا مش غلطان، لعبوا دور أساسي بتحويل الفاتيكان لعين صاهرة للبنان. هيدا الشيء كمل، وانا بعتبر انه رسالتي هي ان تواصل في العالم ان كان بالفاتيكان او بغل محلات، ان كان باللوبينج السياسي او بالمشاريع الاقتصاديه الاجتماعيه، لنقدر نعتمد انه المنتشر اللبناني وكل الاقتراب اللبناني وكل الدول صاحبين قرار هن بخدمه بيساعدوا لبنان وليس بالقلب. كتير مهم العلاقة الخارجية ما تكون على حساب لبنان. تعودنا انه نسخر لبنان لعلاقاتنا واصدقائنا الاجانب. نحن بدنا بالقلب، نحن بدنا نجيب علاقتنا وطاقاتنا من الاقتراب والخارج السياسية والاقتصادية لمصلحة بلدنا. يكون عندنا رؤية واضحة للبنان كيف منشوف لبنان، ونشتغل بواسطة اللوبينج السياسي والاقتصادي بالعلم الانتشار لمصلحة الرؤية. أكيد جيشنا بنفتخر فيه، والنصر اللي شفناه بفجر الجرود كان نصر مدوي، والمدوي فيه طريقة التصرف فيها احتراف كتير عالي ودقة. حبينا انه هالشيء ما يمر هيك مرور الكرام. عندنا شهداء، عندنا مصابين امامنا، هودا واقع كمان لازم نحييهم ونشكرهم على تضحيتهم. اذا تحية لهالدم الزكي ولهالشهداء وللاداء المميز بالاحتراف. حبينا يشوف في بكرة هالكسروان كله ومفتوح تحتفل بنصر فجر الجنود. شكرا.